أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والسؤال الأخير يقول: أنا ممن يعيش في دولة من الدول الكافرة، وقد اعتادت الحكومة عندنا أن تعطي قرضا لأبناء المسلمين وغيرهم، وهذا القرض يستعين به الطلاب للدراسة في الجامعات الحكومية، بحيث يكون التسديد بعد التخرج بعامين، وإن لم يسدد في خلال السنتين تأخذ الحكومة في معاملته المعاملة الربوية وتأخذ زيادة عليه. السؤال: هل يجوز لأبناء المسلمين أخذ هذا القرض؟ القرض الذي ليس فيه ربا لا بأس، يؤخذ من المسلم ومن الكافر، أما اللي فيه ربا فهذا لا يجوز. إذا كانوا يشترطون عليه هذا الشرط أنه إن تأخر يزاد المبلغ عليه، هذا ربا الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا كان يأخذ المبلغ ويرد عليهم مثله ولا يزيدون عليه ولا يأخذ منه فوائد ومصالح، هذا لا بأس. أما إذا كان لا، إنهم يستفيدون، المقرض يستفيد من وراء هذا القرض، فهذا ربا فلا يجوز. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.